قبل ما ناخد شاب الألماني اللي اختفى في مصر، خلينا ناخد الأول. كنا بنقول كتير جدا عن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر، أهو أوقفوا حالات الاختفاء القسري 1520 مصري من انقلاب يونيو 2013. الكلام ده كان في 30 أغسطس في 2018 أصدرت المؤسسة دي أو عملوا حملة على أنه الاختفاء القسري في مصر وصل لرقم 1520. حضرتك بقى تبقى قاعد قدام التلفزيون دلوقتي، ما عندكش حد اختفى قسريا، ربما تكون مؤيد السيسي، ربما تكون مثلا مش شايف ان في مشكله في القصه دي، فممكن تقلب الشاشه دلوقتي وتبقى تعتبر ان ده عادي. يعني مالنا يعني، اكيد دي عيال يعني فلتانه، اهلها ما ربوهوش كويس او ما ربهمش كويس، فالعيل من دول بيروح في داهيه. وممكن يكون انت برضو تعتقد ان الناس دي كدابه ولا في حد بيختفي، او حتى ممكن تعتقد ان هم اختفوا فعلا، بس احنا مالنا ومال الجحش اللي هو العمده، انا مالي يا عم، اختفى ما اختفاش دي مش قصتي. ممكن تعتقد في كل ده، وده على فكرة برضو لطيف يعني، لكن لما تبقى ده سمة مصر لدرجة انه شابين مصريين معهم جنسيات ألماني يختفوا قسريا في مصر، هنا بقى تبقى الفضيحة. الخبر بيقول بعد اختفاء ألمانيين في مصر، ألمانيا أو القاهرة تكشف مصير أحدهما. الخبر أهو، بعد اختفاء ألمانيين في مصر القاهرة تكشف مصير أحدهما. بات معروف أن اتنين ألمان عندهم جنسية مصرية مختفين في مصر، لكن الجديد في الموضوع أن الخارجية الألمانية تلقت إشارات من السلطات المصرية بتقول أن معانا واحد فيهم، احنا لقينا واحد فيهم، دون التطرق لمصير الآخر. الخارجية الألمانية أعلنت يوم الثلاث اللي هو كان 8 يناير 2019 ان في شابين او شاب اختفى عقب وصوله الى مطار القاهرة من اسبوعين ومحتجز لدى السلطات المصرية. الخارجية بتقول ان السفارة الالمانية في القاهرة تلقت ردا من السلطات المصرية بيقول فعلا يعني عائلة الشاب ده اعلنت في وقت سابق من نهار اليوم اللي هو كان عن عدم وجود اتصال حتى الآن مع ابنها اللي منحدر من إحدى المدن الألمانية جوتينج. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية دي بي اي، والدة الشاب قالت إنه مفيش أي علامات تفيد بأن ابنها لا يزال على قيد الحياة، وكل المحاولات لإجراء اتصال معه كانت دون جدوى. لكن حسب تصريح شقيق الشاب المختفي فإن الأسرة توفرت لديها إشارات غامضة من أقارب مصريين تفيد بأن الشاب البالغ من العمر 23 سنة موجود في الحبس الاحتياطي. أخوه بيقول لكن ليس لدينا أسباب تبرر اعتقاله. الشاب ده بقى معلومات عنه بتقول أنه مولود لأب مصري وأم ألمانية، بيحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، كان جاي مصر عبر مطار القاهرة زي الحلاوة، بصحبة أخته زي الحلاوة، لزيارة جدته زي الحلاوة يوم 27 ديسمبر اللي فات. اللي أفادت تصريحات العائلة بأن السلطات المصرية أوقفت الشاب في المطار واختفى من هنا. كشف الشقيق الأكبر اللي عنده 24 سنة أنه هو وأخوه بيدرسوا العلوم الإسلامية في المدينة المنورة بالسعودية، وقال في مقابلة مع دوتش فيلا أو دي دبليو: نحن لسنا من عائلة نشطة سياسيا، كما أننا نرفض جماعة الإخوان المسلمين بشدة. وقال إلى أن محمود سبق له وعاش في مصر سنة 14 و16. أنا بس استوقفني في كلام الأخ الشقيق عن أخوه إن هو بيقول إن إحنا بنرفض جماعة الإخوان. أنا بقى عايزك تحفظ الجملة دي يا علي لحد داخل الحلقة. فكرة إيه؟ أنا ماليش دعوة بالإخوان، أنا ماليش دعوة بيناير. احفظ الجملة الشعار ده، يعني أنت لما تقف قدام ضابط أمن دولة مصري أول حاجة تقول له والله العظيم أنا ما نزلت يناير يا بيه، أو تقول له والله العظيم أنا بكره جماعة الإخوان. أنا مرة كنا على كوبري اللي بيودي المانيا، الكوبري عباس، كنا شلة ماشيين كده الساعة 4 الصبح، قام عدى بوكس شرطة كده على الكوبري وإحنا بنتمشى وهوا القاهرة حلو، كان صيف جميل يعني، فواقف الضابط بطايقكم، فواحد صاحبي ملقاش أي حجة يخرج بيها من الموقف ده غير حاجة غريبة قوي،
الضابط بيقول لنا انتوا جماعه 600، واحنا شكلنا مش جماعه 600 خالص، احنا شكلنا يعني حته تانية، يعني الناحيه التانية. فالسؤال ده ما جاش لاي حد فينا، جا للواد ده لصاحبنا ده، قال له انتوا شكلكم جماعه 600، وبص في عين صاحبنا ده. طبعا كل اللي كان معايا بالسجاير طلعها عشان يثبت للراجل انه مش مسلم اصلا. يعني اول حاجه تطلعه قدام الضابط علبه السجاير وتولع بقى، حتى لو انت كنت لسه طافيها دلوقتي مش مشكله، بس عشان تثبت له انك انت ايه، طاهر. اهو انا طاهر، انا من قوم لوط يا جماعه والله. المهم فالضابط بيقول بالظبط وعينه في عين صاحبنا ده، انتوا جماعه اسلاميه؟ فقام رد صاحبنا قال له يا بيه انا ابن دين كذا. يعني ما لقاش حجه للضابط انه يسيبه غير مسب الدين. وقد كان فعلا الضابط انفجر في الضحك وانبسط قوي ومشينا احنا التلاتة. الحجة دي يعني الحقيقة ما بتستمرش كتير، لانه ببساطة جديدة لما تقول انا برفض الاخوان المسلمين ده مش مبرر قدام النظام العسكري انه يسيبك. لما تقول ان انا مش بتاع يناير ده مش مبرر ان الضابط هيسيبك. فاهل الشاب بيقولوا للناس احنا بنرفض، اصلا احنا مرافضين جماعه الاخوان المسلمين، وكان دي اليافطه لازم تحطها عشان تعدي. لا يا اختي. المهم الاخر يعني الواد ده اختفى من 27 ديسمبر. اللي حصل انه السفاره الالمانيه في القاهره راحت بعتت دبلوماسيين يقابلوا الواد، كانت النتيجه ده. برلين مصر منعت الدبلوماسيين بتوعنا من لقاء ألماني معتقل لديها. قالت وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية منعت دبلوماسيين ألمانيين من لقاء مواطن معتقل لديها بعد ساعات من إفادة السلطات المصرية باحتجازه. ذكرت الخارجية في بيان الأربعاء أنها لا تملك أي معلومات عن أحد مواطنيها المختفي في مصر، معربة في الوقت ذاته عن قلقها بشأن مصيره. يعني البجاحة وصلت لمرحلة، مش البجاحة بقى، السؤال لما يبقى عندك مسؤول دبلوماسي ألماني جاي بيقول لك داخلية أنا عايز أقابل الشاب اللي عندك فأنت تمنعه، اسأل نفسك وانت قاعد على الكنبة، هل مسؤولي وزارة الداخلية المصرية منعوا الألمان دول الدبلوماسيين دول، منعوهم من مقابلة الشاب لأن هم بيعندوا بيعرضوها معاهم على رأي الواد، ولا لأنهم ما يعرفوش مصير الواد فعلا، أو لأن الواد متخرشم أو حصل له حاجة ومش مفروض حد يشوفه كده؟ أنا لا أصدق على الإطلاق أن في مسؤول من أول وزير الداخلية في مصر لحد أصغر عسكري يجرؤ يقوله دبلوماسي ألماني مش هوريك الواد. أنا لا يمكن أصدق دي، لا يمكن. ده الدبلوماسي الألماني لو بعت جزمته بس لوزير الداخلية، وزير الداخلية يستناها على الباب تحت. إذن ليه بقى منعوا الدبلوماسيين يشوفوا الألمان؟ هل لأن الواد مش موجود؟ يعني نسأل الله له السلامة، ولا لأنه الواد متخرشم ومتعور ومتعذب وفي تشوهات فهم خايفين يشوفوا الواد كده تبقى مشكلة؟ الله أعلم، لكن كون إن هم يمنعوهم من نفسهم كده ما صدقش دي. لكن هل دي كانت الحالة الوحيدة الألمان دول؟ لا. خد عندك اختفاء الأجانب في مصر حالات معزولة أم عمليات منظمة؟ في وقت بتنشغل في ألمانيا بأمر الاثنين ألمان المختفين في مصر، ترجح عائلتا الشابين أن يكونا محتجزين لدى السلطات المصرية، لكن في حقوقيين بيقولوا دي حالات معزولة، يرى آخرون أن الاحتجاز القسري في مصر واخد طابع عمليات منظمة. ومنذ اختفائهما في مصر في شهر ديسمبر اللي فات، والعائلات بتاعت الشابين الألمانيين عيسى الصباغ ومحمود عبد العزيز في صراع مع الزمن لكشف مصيرهم. العائلتين طلبوا من السلطات الألمانية المساعدة إثر تكتم السلطات المصرية على الأمر حتى الآن. بالفعل الخارجية الألمانية قالت أنها منشغلة بأمر الشابين دول اللي بينحدر كل منهما من أم ألمانية وأب مصري، مضيفا أنها على اتصال مع السلطات المصرية وتبذل قصارى جهدها لاستيضاح الملابسات في كلتا الحالتين. والحكاية تعود إلى يوم 17 ديسمبر لما انقطع الاتصال مع عائلة عيسى الصباغ اللي عنده 18 سنة مع ابنها اللي كان في طريقه عشان يزور جدته
في رحلة مباشرة من الأقصر اللي يتمر عبر الأقصر ومنه إلى مطار القاهرة حيث كان بينتظر عمه الحرية لعيسى ومحمود. بيرجح محمد الصباغ والد عيسى اللي اختفى في مطار الأقصر أن يكون ابنه محتجز لدى السلطات المصرية، وقال في قناة دي دبليو بحسب المعلومات غير رسمية ابني محتجز في الأقصر لكننا مش متأكدين بعد كده. وبيضيف أنه سيسافر أخي من القاهرة للأقصر في نهاية الأسبوع ليطلع على الوضع هناك، لكن حتى الآن لم يتحدث أحد مع ابني منذ احتجازه، يعني محدش من عائلتنا وصل الواد من ساعة ما اتقبض عليه أو احتجز. الأب بيقول أن عنده معلومات أنه ابنه عيسى قام بتسجيل سفره لدى شركة الطيران المصرية عشان يتابع السفر من الأقصر إلى القاهرة، لكن لا يدري إيه اللي حصل له بعد كده. وكما قال الأب أنه أرسل لابنه رسالة على الإنترنت بعد وصوله، تمت قراءة الرسالة لكن لم تتم الإجابة عليها. يعني الأب فتح لابنه أو بعت لابنه على الميل بتاعه رسالة، الرسالة اتفتحت واتقرت لكن ما عرفش جواب عليها. وبيؤكد أن ابنه اللي كان بيعيش مصر والدته وإخواته ما كانش مهتم بالسياسة. برضو دي على غرار إيه؟ أنا مش مهتم بالسياسة، أنا بكره الإخوان، أنا بكره يناير، برضو نبدأ الحاجة. لكن أنا بس عايز أقول لحضراتكم السطر الأخير هو اللي يلفت النظر، إن الأب بيقول إنه بعت لابنه رسالة على الميل بتاعه والرسالة اتفتحت واتقرت لكنها ما جاتش إجابة عليها. ده معناه إيه بقى؟ معناه بافتراض إن الشاب عيسى ده لو كان معاه اللابتوب بتاعه أو التابلت بتاعه أو الموبايل بتاعه، فالحاجات دي دلوقتي مع الأمن. وهنفترض أنه مش معاه لابتوب، ما هنفترض أنه مش معاه تابلت أو آيباد أو غيره، هنفترض أنه معاه موبايل، فالرسالة جات له على الموبايل، خلاص؟ الرسالة جات على الموبايل، إذن هناك شخص ما فتح الرسالة دي وقراها، بس طبعا مش هيرد. ده معناه انه اجهزه الواد ده زي ريجيني اتحجزت. طيب واحتجزوه او بيقولوا هو اختفاء، وقد بدا ناشطون بحمله على الفيسبوك وتويتر باطلاق سراح الشابين. الخارجيه الالمانيه قالت انها تلقت اشارات من الحكومه المصريه بتقول ان فعلا عندنا محمود عبد العزيز عندنا، لكن عيسى الصباغ ده ما نعرفش عنه حاجه. وبعد اختفاء عيسى بعشرة ايام تم توقيف محمود عبد العزيز 23 سنه في مطار القاهره. يعني عيسى اختفى اتوقف 17 التاني 27، كما ذكر أخوه مالك الذي كان مسافر معه. وبيقول مالك لدي دبليو سافرنا من المدينة المنورة إلى القاهرة في 27 ديسمبر لأننا بندرس الشريعة في المدينة، وأضاف أن أخاه كان يعيش في المدينة منذ سنة ونص. وقال مالك أن السلطات المصرية ما وقفتوش لكنها وقفت أخوه في المطار من غير سبب. وقال نحن لسنا من عائلة نشطة سياسيا، كما أننا نرفض جماعة الإخوان المسلمين بشدة، مش نرفضها عادي بشدة. وأشار أن محمود كان عاش في مصر سنة 14 إلى سنة 16، وعن إمكانية أن يكون هناك تشابه في الأسماء أدى إلى احتجاز أخيه. مالك بيقول لا أعتقد ده، فإن كان الأمر كذلك كان هيتم توضيح المسألة بسرعة. وأشار أنه بقى في المطار لحوالي 4 ساعات دون أن يتم توضيح الأمر. أما فيما يتعلق بمصير أخوه فمالك بيقول بحسب المعلومات غير المؤكدة المتوفرة لدينا فإن أخويا موجود في مبنى المخابرات في مدينة نصر، لكن لا نعلم إن فيما إذا كان ده صحيح ولا لا. وأضاف إنه أبويا وأخويا أحمد كانوا الآن في القاهرة وهيفضلوا هناك لمدة شهر عشان يحصلوا على مساعدة قانونية. فين الأستاذ؟ هو اسمه أحمد أمين ولا اسمه محمد أمين؟ اسمه إيه يا أستاذ عمرو؟ الجدع ده اسمه ايه؟ محمد امين، فين هو بقى؟ فين الجدع محمد امين اللي بيدور على صورة السيسي؟ شيء عجيب جدا انه ربنا بيشاء دائما انه يفضح السيسي ونظامه وخلابيصه ومثقفينه. يعني يدفع ملايين عشان يجمل صورته فيطلع له برنامج اسمه 60 دقيقة، برنامج مهم طبعا بس يعني يدمر له كل ده. وبعدين يقعد بقى يحسن في نفسه فيختفوا، فيبقى عنده اغبيه من الامن يخطفوا عيلين زي دول، او يعني يخبوا عيلين او يخفوا عيلين زي دول، فالدنيا تقوم، فالمانيا تبقى قصه. ده انتوا لسه ريجيني ما اختفاش يعني.